وده الدين يا جماعة. الدين أن تدعو الناس إلى الحق في هذا الجانب، في جانب الدعوة. لذلك رب العزة والجلال قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والشغل ده ما دين، شغل بتاع مدايح وغاني وأشياء زي دي ما بتلقاه في المصحف، لا من الفاتحة للناس ما بتلقى موسيقى ولا بتلقى نوبات ولا بتلقى دعوة إلى الضلال وإلى الشرك بالله تعالى. وهذا الكلام بين في هذه البلاد يترأسوا ويتبناه مجموعة من الطرق الضالة، جماعات ديل ادعوا الناس إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. زول مات يغسلوه ويكفنوه ويرفعوه يدخلوه المقابر يدخلوه القبر، دايرك تتعلق به وتناديه من دون الله سبحانه وتعالى. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. أما دين الله تعالى فهو عبادته سبحانه وتعالى لا شريك له، وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ونزل يهو بيدعو الناس للحجبات ويمشوا للدجالين ويعبدوا الله بالموسيقى والطبول والطارات ويبنوا على القبور، وهذا كله يخالف شرع الله سبحانه وتعالى ومن أبطل الباطل. في سؤالين أنا داير أعلق عليهم أو مسألتين، في مسألتين بعد ذاك إن شاء الله بفتح الفرصة للشيخ أبو بكر، للشيخ أبي بكر إن شاء الله يدلي بدلوي. لكن أبشركم والله يبشروا، الموضوع ده قريب، شايف الجوطة دي قريبة. رب العزة والجلال قال: فصبر جميل، قال: فاصبر على ما يقولون، قال: واصبر إن العاقبة للمتقين. شايف الإزعاج ده؟ ده نحن بزيدنا يقين إنه النازل ما دايرين الدين، لأنه ده ما شغل زول داير دين. الزول ده جرب براو جا وقع في مناظرة اتكسر طق طق طق، بقنا البنات في المصانع وفي الشوارع وفي وين وين اسمعوا في المناظرة بتاعت عمك ده، والله ما قعدوا في الكرسي، ما شفتوا قعدوا في الكرسي وردموه. أنا عندي قريبي زول شفت كده قريبي صغير، بعدين قال شغالين في مصنع النسيج بتاع الحصعيصة، وقال في بنات بتونس معاين وما زول شفت، يعني زول شفت كده بجاسفة يعني، بعدين بتونس مع البنات. قال اثناء ما بتونس بيطلع مناظرة حميدة البنات ذاته سكيرتي وبلوزة وضيق، قال بس بتكيف كل يوم يومين يطلع عن المناظرة يحضر جلدة عمك ده. انت يا عمك سوي لنا ازعاج هنا ويجلدوك في النسيج هناك، تتنسج هناك، فاهم كلامي؟ الموضوع طويل. طيب بعدين السؤال الاول ده واحد من اخواننا، من اخواننا عرف الدعوة السلفية نحسبه المهم، وبعدين مشى في القتال، في القتال والجهاد نحسبه الله حسيبه، فقال معاه الناس، في واحد معاه بيلبس حجاب جايبه هنا، قال الزول ده لابس الحجاب وقال مشى الكعبة، مشى الحرم، قال ما شاف الكعبة لابس الحجاب، كاتبه هنا، قال مشى الحرم وما شاف شنو؟ الكعبة. الحجاب ده يا جماعة في الشريعة زي ما ذكر شيخ مزمل قبل شوية، الحجاب ده محرم شرعا بل من الشرك بالله تعالى. عشان كده رب العزة والجلال قال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقال الله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا.
وقال الله تعالى: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام قال كما في مسند الإمام أحمد وفي السلسلة الصحيحة من رواية عقبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من علق تميمة فقد أشرك. أشرك بالله تعالى، هاسي بتاع الحجاب أمسكه قل له اديك طلقة، قل لك لا بتخش، قل له البس حجابك لبسه، اديك طلقة بيقول لك ادي، ده عقيدته في منو؟ عقيدته في الله؟ لا، عقيدته في حجابه ده. وزي ما ذكر لك الشيخ، انت اقرا آية الكرسي وجيب تصديق، جيب تصديق واقرا آية الكرسي واوزن ضانه، لانه يمكن يتوب، اوزن اللضان بعدين اديه. كان بقيت ما وزان زي كده اضرب تحت عشان ما ممكن تخش كده، لكن في النهاية عارف انه شغلة دي. ولذلك التميمة، لفظة التميمة هنا جاءت نكرة، تميمة ما جاءت التميمة. والنكرة في اللغة العربية في سياق الشرط تفيد العموم. أشاكي ابن مسعود رضي الله عنه وكذلك إبراهيم النخعي رحمه الله قالوا التميمة ما بتجوز ولو من القرآن. وكونها يا جماعة ما شاف الكعبة، مش ما شاف الكعبة، والزول المشرك يوم القيامة الله ذاته ما بشوفه، الله الخلق الكون ما بشوفه. قال تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. زول بشرك بالله تعالى بيعتقد إنه الحجاب ده فيه النفع والضر، ده مشرك، وده لو مات على الشرك ده مات عليه الله ذاته يوم القيامة بشوفه، ما بشوف الله سبحانه وتعالى. فموضوع خطير جدا. المسألة الثانية عشان افتح المجال للشيخ آداب، قال في بعض الناس بيستدلوا على جواز التعامل بالجن بقول الله تعالى: ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس إلى آخره. الآية دي رد عليهم، لأن الآية لو مدحت الناس اللي بيتعاملوا بالجن، لو مدحت الناس ديل كان ممكن تقول يجوز شنو التعامل، لكن الآية ذمت الناس اللي بيتعاملوا مع الجن ووبختهم وبينت الآية ذاتها، مش أقراها، الآية بينت انه ديل مآل إلى الضلال وإلى الباطل ده في الدنيا وإلى الهلاك والخسران والندامة والحسرة يوم القيامة. فكيف يجوز التعامل مع شنو؟ مع الجن. بعدين انا دار اسال سؤال، انت دار تتعامل مع الجن؟ اي تلاقي وين؟ ده انا دار الاقي لي جن ودار اتعامل معاه وننسق محاضرة سوا. اها السيد جنجون ده الين في وين؟ الين في وين؟ ولاقي كيف؟ وبعدين لو قال لي انا مسلم وطلع اخو مسلم، اها ما جن مبتدع بيجوز تتعامل معاه؟ وهتصدقوا كيف ذاته؟ هو اذا كان البشر اللي قدامك ده اللي بتشوفه في منافقين ولا ما في؟ يعني يظهر الاسلام ويبطن شنو؟ وانت شايفه يظهر الاسلام ويبطن الكفر، بشر، فما بالك مختفي تتعامل معاه كيف؟ ده كله شغل بتاع لغوصه وشغل بتاع لولوه وكذا، يا زول جن بتاع شنو تتعامل معاه؟ جن ده تبلغ الدعوه لو في جن سمع والحق وشال ومشى ده المقصود، لكن تمشي تلاقيه وتقعد معاه وتقعد براك في الزقاق. اها يا جن استغاموا كم نفر ما في جنوية تخطبوا عليه، يا زول شغلتك دي. وبعدين النازل الان في كتب فيها اشياء غريبة، ده كتاب
الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية. دار اديك موضع واحد وانا افتح المجال لمن بعدي. صفحة 114. اليهود بيبنوا على القبور، نحن اللي بنبني ولا الجماعة ديل؟ يا الجماعة ديل. اليهود والنصارى بيغلوا في البشر. اليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله. نحن اللي بنغلو في البشر ولا ديل؟ الجماعة ديل. صار الليل القرد قرش، ما هو الحبوب، ما هو الأغبش، عنده حصانة ما بتفتش، كهربته العالية بتحرك تش، وكباشي كم أدى ولد في كل بلد، كم حل عقد كباشي، يربط ويحل في كل محل كباشي، المتوكل لأمر يكل كباشي، من غير مس وتفل كم أدى طفل كباشي. بعدين انت شيخك المنتصر وين اسي؟ انا احنا بتاع يهود، انت محمد المنتصر وين؟ جايبينه قاعد جنب الجماعة والصليب الصنم فوق بتاع الجماعة ذلك، وبيجاي وبيجاي، وصورهم في النت موجودة. يا ذول يهود بتاع شنو؟ ويهود بتبلونا نحنا؟ يهود بيعملوا مؤتمرات، هؤلاء الوهابية والوهابية. حصل عمل مؤتمر في الصوفية، المنتصر قال انا والحبيب الجفري وكلنا قعدنا في الصف الاول، ما قال كذي؟ يهود نحن ولا انت؟ يا ناس موضوع ده. طيب قال صفحة 114، ده كتاب من كتب القوم، قال وهو بتاع القادرية، تأليف اسماعيل محمد سعيد، الحاج اسماعيل محمد سعيد، السيد محمد سعيد القادري، قال كذي. قال بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد، صفحة 114، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنه ليس في الرياح مرة، ولا في السحاب قطرة، ولا في البرق لمعة، ولا في الرعود زجرة، ولا في العرش والكرسي شيء، ولا في الملك آية إلا وهي لك أهلة، شهدت بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، رب الأرضين والسماوات، كاشف الكروب، علام الغيوب، ومخرج الحبوب، ومسخر القلوب لمن كان مهجورا حتى يعود محبوبا بهبوب هبوب. ركز معاي، شو الزول ده بيبدأ لك بهبوب وبيجيب لك الكتاحة ورا، ركز معاي كويس. قال بهبوب هبوب، بلطف خفي، يا الله يا الله يا الله، بصعصع صعصع، والبهاء والنور التام، بسهسهوب سهسهوب. تفاهم شيخ سهسهوب ده يسموه؟ لا اعرفه سهسهوب ده شو. بسهسهوب سهسهوب، ذي العز الشامخ، بطهطهوب لهوب. طهطهوب ده شنو؟ لهوب ده شنو؟ ده دين؟ دار تسوي لنا ازعاج هنا؟ هذا موضوع طويل. نحن قال بطهطهوب لهوب، يا الله يا الله يا الله، حم حم. يا ذول جيب موية سكر. قال حم حم، كهوب كهوب، الذي سخر كل شيء، الذي سخر كل شيء كهوب. يا جماعة ولا دمنه الله سبحانه وتعالى. شكاية احنا بندعوك الى الله، تعظم الله، تدعو الله، وتلجأ الى الله، وتوحد الله، وتدافع عن الله حتى يرضى الله عنك، بهذا تكون النجاة. ودي دعوتنا وما بنخليها. وانا والله متكيف جدا، طالما في عداء قدرداء، والناس الشباب يا اخ ناس مفلفلين، وناس تعبانين من شغلهم، وناس شباب لابسين كيف، كلهم جو الحلقة دي اسمعوا الدين، ما فيهم خير؟ عليك الله ما ناس فيهم خير نحسبهم. وانا والله متكيف جدا، والشغلة دي زي ما قلت لك بتنتهي قريب، نقدم الشيخ آداب إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.